السلام اخوتي، معكم كازا وفي غربة. اليوم اخوتي جايين لكم واحد الموضوع جديد اخويا. عرفتي علاش هاد السيد اخويا تفرجتي في يوتيوب ليه واحد الفيديو درني خاطري باش ندير لكم عليه اخوتي، ديال قال لك حكم حقه 160,000 رمضان وشوفوا الدين ولا كيتباع ويتشرى. ودرني خاطر اللي قالت لي بغى يصلي الجمعه اخوتي 50 يورو، اللي بغى يصلي قال لك التراوح 100 يورو في اوروبا في رمضان اخوتي. شوفوا نتوما تفرجوا في الفيديو وحكموا. لا يجي في رمضان، ما عاد جمع رمضان، كل اخ اللي غادي يجي يصلي يجي معاها 50 يورو، اللي غادي يصلي الجمعة في الجامعة يجي معاها 50 يورو بدون استثناء، ما غادي يصلي حتى شي واحد. الاخ اللي ما غادي يجي ب 50 يورو بلا ما يصدع الاخوان يقول لك غادي نمشي نصلي، ولا هذيك 50 يورو تجيبها لي كي تدخل الجامعة باش تصلي. نفهموا هادشي مزيان، الله يجزيكم بخير، فهموا هادشي اللي غادي نقول لكم في هادي وهاد القضية اللي غادي يجي من بعد، لأن الظروف استثنائية وما عندناش اللي غادي يخلص الجامعة. ورمضان الله عز وجل كيضع فيه الأجر الحسنات، بغينا الإخوان من هاد الباب أننا نساهموا بهاد النية هادي. وفي صلاة التراويح كذلك، اللي غادي يجي يصلي صلاة التراويح، صلاة التراويح غادي نصليوها بعد 15 واحد، حنا فتحنا ليه حد باش نسجلو من دابا الإخوان اللي بغاو يسجلو باش يصليو التراويح، إذا لا واحد راهم في المسجد اللي بغا يسجل يتصل بإخوان الجنة بالتليفون ولا يجي تما للجامع يسجل شي وقت تما باش يسجل الاسم ديالو، وحنا غنبقاو نسجلو حتى تبقى واحد النهار ولا يومين رمضان باش نضمو داكشي ونديرو أفواج. إذا المثال غادي نصليو ب60 واحد مثلا، 60 واحد سجلنا اللائحة فيها 60 واحد، نقسمو على بعض الأفواج، الفوج اللي الأخ اللي سجلو غادي هاكا تمشي، غادي 15 الأول هما غادي يصليو نهار الأول. إذا ديك 15 الأول اللي غادي يجيو يصليو نهار الأول خصهم يجيبو 100 أورو لكل واحد، كل أخ يجي يصلي تروح في رمضان يجي معاه 100 أورو. وهكذا حتى تكملنا، ولكن ماشي غادي نكلفوكم بشي حاجه فوق الطاقه ديالكم، لا، هذه 100 روح حنا كنحيدوها لك من التعاون ديالك اخي الكريم، إذا أنت كمتعاد معنا ب 1000 روح تعطيه، يعني كل عام كتجي تصلي، أنت دافع مثلا الدفعة الثانية ولا الثالثة، كتجي تصلي نهار الأول في المرة كتجي 100 روح، وكتجيك النوبة على 4 أيام ولا 5 أيام كتجي تصلي نهار آخر عاود، في آخر رمضان كتلقى راسك صليت واحد 5 ولا 6 الخطاط في رمضان. يعني سانت واحد 600 أورو كتجيبها فلوس معاك للجامع، ماشي تقول لا لا تجيبها من فلوس الجامع تعطيها لنا في الجامع. من بعد رمضان كتلقى راسك عطيت واحد النسبة من ديك التعاود ديالك 500 ولا 600 على حسب اللي هي اللي غادي تصليها، ما عادش يبقى لك بزاف. من بعد العيد مباشرة كتكملنا داكشي، من نهار صفر كتكملنا داكشي اللي بقى لك على داك الفول ما كملتوش في رمضان. إذا ما غاديش نكلفو الإخوان فوق الجهد ديالهم، الإخوان حنا كنعطي نحيدو لك من التعاون ديالك أخي الكريم. أنت كتستافد من صلاة رمضان ظروف خاصة المساجد مسدودين، ولكن كتخلص الدين ديالك النادي ديالك كتخلصو في كل نهار كتجيب، وكتنوى الصدقات كل نهار كتصدق، عندك واحد الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. نعظمو النية في هاد الصدقات وما نبغاش من ديك الباب السلبي، ها الإخوان كيفرضو علينا باش اللي بغا يصلي يجيب الفلوس، لا، حنا كنترجو مع الله عز وجل. إذا يعني كل ليلة كنجي نصلي كنعطي كنساهم في سبيل الله، كنخلص التعهد ديالي والدين ديالي، وفي السوق كنساهم في واحد الوقت اللي مبارك عند الله عز وجل اللي هو رمضان، اللي الله عز وجل كيضع فيه الحسنات. ما غاديش ندير لكم بعض الأرشاد الفضل ديال الحسنة والصدقة في رمضان وفي غير رمضان، ولكن حاليا كنوضحوا الإخوان. إذا الله يجزيكم باختصار، نعاود الكلام، الإخوان اللي غادي يصلوا الجمعة في رمضان 50 يورو كل جمعة، الإخوان اللي بغاو يصلوا طاروح يسجلوا من دابا اللي عندنا، وغنقسموا داكشي وغنخبروك بالنهار اللي غيتصلي، ولكن الشرط تجيب 100 أورو معاك. هي الإخوان اللي ما مساهمينش معنا، اللي ما متعادينش ب 1000 أورو ولا ب 500 وما مساهمينش معنا حنا في الجامعة، على الأقل يساهموا بهذه الطريقة هذا العام. ولا ما غاديش يساهموا ب 100 أورو الأخ كاع ما يجيش للجامعة باش ما نصدعنا ما نصدعوا. حنا الآن نفتحوا الباب الإخوان بهذه الطريقة هذه باش الإخوان اللي كيساهموا يصليو، ولكن باش الفلوس نخلصوا الدين ديالنا. الله يجزيكم بخير، نتفاهموا هذا القرار، نتفاهموا مزيان هذا الشيء. حنا ما كنكلفوش الاخوان ما لا طاقه لهم، ما كنزيدوش شي حاجه، ما عندناش غادي يخلصوها مع سي وحنايا، كنخلصوا بهذه الطريقه باش نوحوا ان شاء الله الحسنات ونكتم الحسنات في رمضان، وهذه هي النيه ديالنا، والله يوفقنا بالخير. كما شفتوا اخوتي في الفيديو اللي تفرجتوا فيه على ودنيكم اخوتي وسمعتوه، جبتوا لكم السيد كيشوف رد الفعل ديالكم انتم اخوتي. انا بعدا صدمني، فهمتي، اللي ما عندوش فلوس في هذا الوقت ما يبقاش يصلي، ما يصليش، ما عندوش حق يصلي، ويصلي التراويح 100 يورو وبسيطه بالسيت، شد رونديفو بحال ديال الطبيب وما عرف شنو هو. وثاني حاجه الجامعه اللي ضحكاتني 50 يورو الجامعه، 4 الجامعات 200 يورو، لا بغيتي تصلي وبغيتي قال لك الدين وفي رمضان وكذا. دابا هذا شوف اخوتي اللي مانع الناس ما يصليوش، اللي ما عندكش فلوس قال لك ما تجي تصد عليه راسه، شوف الطريقه باش قالها، ما تجيش تصد عليه راسي بحال انت جاي لدارو وانت راك الجامع اخوتي بيت الله،
ماشي البيت ديالو، وكيقول الناس ما تجيوش اللي ما جات فلوس بلا ما يجي بلا ما صدعنا وبلا ما يدير. دابا دابا اش كيقلب اخوتي راه شكل هذه، انا ما انا بعدا ما عرفتش واش نضحك ولا نبكي. في الاول عصبني الفيديو، كان في الاخر باش جاب لي الضحكه، فهمتي هادشي علاش. هو قال لكم لي ما تصليش. واحد خونا قال لي الا كان ولا تقدر تحرق شكون ضحكني داك السيد، هربوا لي قال لي الا كنتي دير شي 50 يورو للجامعه و100 يورو لك التراوح ليلة القدر في حاجة شكون ليلة القدر يمكن يبقى صاحبي فيها تاعي وفلوس وكذا. وهذه راه في اي بي اخويا، شي ديال شي ما عرفتش مع الحانات اخوتي اللي ما تسواش قدام بيت الله، وكيضرب بواحد الطريقه اللي ما عندكش فلوس كذا. قال لك ما عندكش فلوس بلا ما تجي تصدع عليه راسه، والناس بيران وما كيكونوا ما كيسمعوش الكلمه. ومسجد ديال الله وبيت الله اخوتي، واحد كيقول لهم ما تصدعش لي راسي، يعني جاي نصلي ما تصدعش لي راسي. اما ماشي مشكل ما عندكمش فلوس اخوتي، ما عندكمش فلوس باغي دير داكشي ديال الجامع باش تخلص فلوس تجمع فلوس. اما شي تفرض على الانسان خلص وعاجي يصلي، راه الانسان راه يجي يصلي عنده راه هو غيعطي. واش تاش تقول لي انت اللي ما عطيتيش راه حرام وعيب تقول واحد باغي يصلي تقول لي ما تصليش الا ما خلصتيش. الا ما خلصتيش شنو اللي ما عندوش ما يصليش؟ واصلا الاسلام اخوتي باش تعرف واحد الحاجه اخويا كنجاوبك، الاسلام بدا مع الفقراء باش تعرف، ماشي مع الاغنياء. شكون اللي عنده 100 يورو؟ 100 يورو عنده 100 يورو راه غيبداو يعطيها عادي، ولكن ماشي تفرض عليه. الا فرضتي عليه كتسمى بحال تقول دير شنو بحال ديال سكوك الغفران، عطيتو سكوك الغفران ديال الكنيسه بحال كدرتي سكوك الغفران تماما، حيت واحد بغى يجي يصلي وما عندوش ولا عنده فرضتي عليه راه ما شنو كتسمى تصلي بالسيطه وبالرونديفو ولا عندك فلوس ما عندكش ما تصليش الجامعه تماما. هذا ماشي بقات الصاله وماشي جامع، هذا داركم ممكن على ما اظن كدوي على شي داركم. اما الجامع اخويا الجامع ديال الله في سبيل الله، كيجيو الناس كيدخلوا فابور ما كيخلصوش ريال. وخوتي شحال هادشي باغي ندير لكم على شي ديال الجوامع في اوروبا، وكنت غنلقى شي قاعد بزاف. ولكن باش سمعت هاد اللعيبه ديال الفيديو اللي وريتكم سمعتوه عاد غندوي. عرفت شحال من واحد كيكون مهاجر غير سري كيبغي ينعس في الجامع، كيكون كيدور في شي مدينه مدينه مسافر شي الطريق كذا ما كيلقاش فين يبات، عاد ما يباتش في الجامع. كتلقى شي نوع بحال هاد النوع هذا كيقول لي لا خويا خرج حيد من هنا غنسدو ولا ما عندكش الحق. علاش؟ حيت الا بغيتي تدخل الجامع خاصك عندك فلوس. كاين شي واحد الله يعمرها دار جوامع فوقها بحال هاد النوع باش شنو؟ وعلى الاقل بغيت دوي ما ديرش فيديو وتلوحوا. سي الجامع تيكونوا الناس تصليو ويقول لهم حقه راه خاص القد والقد، راه الناس راه كيصليو راه كيجيو معاهم فلوس. راه شحال من مره الجوامع شحال من واحد كيعطي، هذا يعطي 20 يعطي 30 يعطي 40 يعطي 100 هذا يعطي، فهمتش؟ كله على قد المستطاع ديالو. ما تجي تفرض عليه انت ما تصليش، راه ماشي صلاه هذه، راه شي لعيبه اخرى. اجي باش تجي تصلي تخلص 100 يورو راه فهمتي عندك تخلص الاراده ديالك. حقه انا بغيت نعطي، انا بغيت نتبرع للجامع. ولكن باش تجي انت تفرض على انسان وقال لي باش الكلمه اللي ما حملتهاش فيك هي قلتي اليوم ما تصدع عليا راسي، راه ما جيتش عندك اصاحبي، راه جي عند الله سبحانه وتعالى. هذاك البيت ديال بيت الله فهمتي، ما تحرمش منه شي واحد اللي ما عندوش ما يصليش. وفكر معايا حشومه كاع، والله حتى ما عجبتنيش هذه الهضره اللي كاع قلتي وما تقبلتهاش، وكاع المغاربه ما غيتقبلوهاش لك فهمتي. حيت باش تقول بيت الله كنعرفوا حنايا بيت فقراء فهمتي، اللي ما عندوش يجي يصلي. الصلاه جاي خصك تكون عندك فلوس وساطة شد رونديفو ونقولوا حشومه كاع. جيت تمشي شي تصلي شي للجامع وقول لهم حقه راه خاصنا الفلوس باش نخلصوا هذه وباش نخلصوا هذه. الناس راه غيكون تيزي. شحال مره كنا في جامعه كنصليو، ناض واحد قال لهم خاص فقيه كان كيدير الخطبه وقال لهم خاص الموضوع مخلص. بعدا ناض كوتي زاد عطى 10 عطى 20 30 خلصوا الضو الموشط الخير. ولكن باش تجي تفرض 100 يورو اين قانون؟ هذا راه ولا بروجي وليتي خصك تخلص عليه، بروجي خصك تخلص عليه الدوله، حيت وليتي كتدخل وتخرج فلوس. واش راه خصك اوتونوم هذا ماشي مابقاش. انا راه ما ضحكت في الفيديو، راه جاوبتك واحد الطريقه، اما راه نقدر نجاوبك واحد الطريقه في شكل وكلمة احترام للناس اللي كيتفرجوا كذا. راه هادشي ما كيدارش، وما كرهتش الناس يبارطاجيو الفيديو يشوفوا شي شيخ من الشيوخ ديالنا ديال المسلمين ديال المغاربه ديال الجزائر ديال السعوديه كذا ويجاوبك اخويا باش تعرف هادشي اللي فيه انت راه غلط اخويا فهمتي. هادشي غلط وانت فقيه زعما ديال قال لك واحد الميزه قال لك هذا هو الفقيه اللي كنتسناو باراكته دخل الجامع بلغته ولا ما عرفتش. حشومه صاحبي الناس للجامع جي ما عندكش اصلا ما تفرجش عليه، راه ماشي تشيكي، راك ماشي مقطع في اي بي داخل تتفرج. كنا كنقولوا شحال هذه، كنقولوا البيران فلوس الحرام فلوس وحاجه ربي اللي غادي الجنه فابور. دابا ولي داس الدنيا ولات 2021 ولا كنشوفوا الجوامع ب 100 يورو. شنو هي 100 يورو للتراوح؟ 50 يورو حشومه، راه فيديو راه ما
هاك ماشي هذه ادويتي نجمع بغيتي الهضره تيكون الناس في الجامع كلهم الناس خاص القدر القدر في السماء خاص 4000 فورو خاص 5000 فورو خاص نجمعوها نكوتيزي وكذا ولكن باش جيت فرض على بالي ولا ما تجيش وباش قلتي ما تجيش تصد علينا راسنا شكون انت في ملك الله اللي يصد عليك راسك السي هذا اللي بيجي يصلي احسن منك واحسن من مخير علاش حيت انت تقول لي ما تجيش تصد علي راسي راه انت اللي صدعتي المغاربه هذا الفيديو الفيديو اللي قلتي انا نتعصب عليك دابا باش نتعصب خي ديما ضحك يعرفوا الناس في القناه ديما ضحك وديما مبشور ولكن اخويا راه ما جيتش صدعك انت الا صدعوك انت الا تجمعوا الناس هادو اللي قلتي لهم يصدعوك الا تجمعوا غادي يقولك باي باي فهمتي سير باش تصلي بالناس ما بغيتيش سير الله اللي يصلي مستبي الله فهمتي ما كاينش قلت الجامع خاص رحنا مسلمين قلنا الجامع دخل تقول طريقه زوينه الجامع الجامع خاص هاد الفلوس هاد المقدار ديال المال الناس غيحيدوا معش من دمهم وغيجمعوا الجامع وغيعطيو للجامع حيت الجامع طول بيت الله وكاين باش تجي انت تقول لهم بهاد الكلمه ديال اللي ما عطاش ما يجيش يصدعنا راسو راه حشومه راه عيب راه ولات مابقاش ما عادش وجه داركم انا ما اظن الجامع حالو في الدار ديالك اما اللي كان بيت الله راه عيب عليك عيب عليك وغتتحاسب حيت شحال واحد كنبغي يصلي ما عندوش فقير غيتحرج يتحرج يمشي يصلي عند الجامع حيت قات هين وانا عارف انه ديالكم نتوما كيهين بنادم غيدخل تقول لي خويا ما عندكش السير دابا واحد جا بغى يصلي وما عندوش فلوس تقول لي تخيلت واحد جا يصلي تقول لي لا ما عندكش 400 يورو ما عندكش ما تصليش هذا راه ما كايناش هذا اهل الجاهليه وما داروهاش صح شي ديال كفار قريش المهم اخويا هادشي اللي دارك غلط واش ندير الفيديو باش يوصلك ماشي باش وباش الناس يعرفوا بان الجوامع ديال اوروبا شحال من جامع فيه تخرج وكاين شي جوامع الله يعمرها دار كيتهلاو في الناس كيتهلاو في المهاجرين غير الشرعيين المهم جوامع كتقم راه كاين شي فوقها كيقول لك الا بغيتي تقرا لك الدراري الصغار في الجامع في اوروبا باش يقل يقريهم الدين داكشي خلص وكداو ماشي فابور كيف من المغرب هنا راه اوروبا في شكال وهنا بالعكس اوروبا خص تكون الجوامع خص تكون كيحبوا الناس والجرب بنادم علاش حنا في بلاد اوروبيه ماشي في بلاد اسلاميه كما كنعرفوا في المغرب ولا في الجزائر خصك تجرب بنادم ماشي سير اخويا ما تجيش تصدع على راسنا وجي عندك ما كنصدعوش تك راسك انت صدع شينا راسنا صدع شي المغاربه كاملين واحتقرتي كاع الجاليل المسلم وانا ما عجبنيش الفيديو وجاوبتك كيما جاوبوك الناس اخرين ولي كومونتير راه مازال غنخلي لكم لي كومونتير ديال شي وحدين صيفطوا لك حتى واحد سطانر ولي قلتكم عليه قال لك واش ليله القدر بشحال وقال لك واحد قال لهم باش جاوبك قال لك يعطيك 100 يورو شوف تخشوا عليه بصح كنصلي وكنبكي هذوك هو الخوشو هذا هو يضحكني وكيما غنجاوبش طريقه خايبه وكان معكم كازاب غربه وسال الفيديو هنا اخوتي انا الفيديو غيحبس الادوار ديالي والجواب ديالي على هذا الفيديو اخوتي وكنتمنىكم تبارطاجيو توصل الاخبار شي داعيه ولا شي مسؤول ديال الدين باش يعرف الاختراقات ويعرف المشاكل اللي طارت كتعاني منها الجاليه الاسلاميه كتعاني من الجاليه الاسلاميه في اوروبا اخوتي راه كاين بزاف هذا دواء هذا دار غلط ودار فيديو سجل اما هذا الشيء كنشوفوه يوميا اخوتي ما عندكش ما تصليش وكاين شي جوامع ما كنضش كنعممش واحد 80% بحال هكا ولكن واحد 20% الله يعمرها دار ونزول لك تشمد 20% بلا ما تقول لي لا حكا كاين جوامع مزيان كنهضر لك على هذا النوع موجود وباقي غينتشر الشيء اللي ما درناش فيهم حد وقفناهم باقي غينتشر اخوتي وكنفضل لكم اخوتي وكنطلبكم هذا الفيديو تبارطاجيه باش يوصل للناس اللي باش مفتيين اللي يفتيو علينا يشوفوا هادشي واش حرام انا راه بالي هادشي حرام حيت ممكنش انا حرام و100% وخا ماشي عندي الحق ندير الفتوى ولكن ما كرهش الناس الواعرين يبارطاجيو باش يوصلوا لهم وان شاء الله ياخذوا شي حل لهاد الناس باش نعرفوا شنو كنديروا باش نديروا ايد في ايد ونقيو من هاد الشيء نقيوهم نقيو اخوتي وتراو لي فراسكم كان معكم كازا في الغرب.